سادتي، يشرفنا الليلة فضيلة الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد، ولستم في حاجة إلى أن نعرفه لكم، فهو بلا شك واحد من الذين ترنموا بكلام الله وجذب إلى صوته الرخيم ملايين المسلمين في المشرق والمغرب. أهلا وسهلا. بتهيألي أول موضوع بدنا نتحدث فيه هو تلحين القرآن، لأنه هاي يعني قضية أثيرت في الأيام الأخيرة وبتهم كتير ناس وفي آراء متضاربة حولها، فإيه رأي فضيلة الشيخ؟ كده على طول من الأول تلحين القرآن؟ لأنه بهم الناس كتير يعني. والله في الحقيقة هم تكلموا كثيرا عن تلحين القرآن، فأعتقد أنه طبعا بالنسبة للقرآن، والقرآن له أحكام خاصة يعني، فأعتقد يعني التلحين ده يتعارض مع أحكام القرآن. يعني بنقدر نقول انه القرآن ملحن؟ ملحن طبيعي. يعني الفكرة مو جديدة؟ لا، هي فكرة الصوت، هو الصوت نفسه طبعا فيه النغمات. طب فضيلة الشيخ، ايه رأيك في الموضوع اللي اثير حول ترجمة القرآن؟ الترجمة ما فيش مانع، هي ترجمة القرآن يعني المعاني، يعني ترجمة للاطلاع على الدين الإسلامي، معنى تسهيلا للمسلمين اللي ما يجيدوش اللغة العربية. ايوه. طيب، يعني في أنواع من التلاوة طبعا. نعم. فإيش هاي الأنواع؟ لا، هي مش يعني هي لهجات أصلا، والقراءات اللي بيقولوا عليها القراءات السبع. نعم، وفي الحديث الشريف ما معناه نزل القرآن على 7 أحرف، يعني لهجات، هي لهجات العرب قديما. أيوة. زي مثلا بسم الله مجريها ومرساها، وبسم الله مجراها ومرساها، يعني هي يعني بس يعني لهجات خفيفة ما تغيرش معنى القرآن، لكن فيها في إمالة وفيها تقليل في بعض الآيات. يعني إحنا لما بنسمع كل مقرئ بيقرأ بطريقة، بيطلب طريقة بتختلف عن المقرئ الثاني. لا، ده الصوت. مثلا فضيلتك بتقرأ بطريقة غير عن الشيخ مصطفى إسماعيل مثلا. لا أبدا، الصوت هو تقريبا تختلف الأصوات، إنما القراءات كلها واحدة. أيوة، إنما الصوت بس هو اللي يختلف. جدا. مين بيعجبك من المطربين والمطربات؟ والله أنا أسمع كل صوت جميل، وطبعا الصوت الجميل زيادة بسمع من السيدة أم كلثوم، كوكب الشرق والغرب، سيدة الطرب، سيدة الغناء. لأنه يمكن بتهيألي في بداية حياتك ما اتجهت رأسا للتلاوة. لا أبدا، ده أنا من المبدأ كنت يعني أمنيتي هي أن أكون قارئا، وكنت من الصغر وأنا أترنم في تلاوة القرآن. يعني لم تترنم أبدا بأغنية أو؟ لا أبدا. رأسا بديت بترتيل القرآن. نعم. لا يسعنا فضيلة الشيخ إلا أن نشكرك، ونتمنى في كل مرة تيجي فيها الكويت أنه نستضيفك في برامجنا. كل عام وأنتم بخير، وأنا أشكر التلفزيون وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا ويوفق ولاة الأمور لما فيه خير البلاد والعباد، وأهنئ الشعب الكويتي بهذه المناسبة الطيبة، وكل عام وأنتم بخير. القلب يعشق كل جميل.